كثرة الزلازل علامة من علامات يوم القيامة. توجد مؤشرات علمية كثيرة اليوم على احتمال حدوث عدد كبير من الزلازل والأعاصير والكوارث الطبيعية مثل تسوناميات نتيجة للتلوث الكبير الذي ستشهده الأرض في الأعوام القادمة القليلة. هذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في آخر الزمان تكثر الزلازل، وهي علامة من علامات يوم القيامة.